طيب، لتوضيح فكرة حساب الأزيموث والفرق بين حساب الكاونتر كلوكوايز والكلوكوايز، أول شغلة مهمة نوضحها إنه أنا هي هما خطوتين. حساب الأزيموث عبارة عن خطوتين أنا قاعدة أكررهم. الخطوة الأولى هي finding the reverse angle، والخطوة الثانية هي ال interior angle. الخطوة الأولى finding the reverse angle، أنا قاعدة أطلع ال reverse من خلال إني أجمع أو أطرح 180. طبعا بنعرف انه انا ماني حابة قيمة الزاوية تصير اصغر من صفر او انها تصير اكبر من 360، لذلك لما انا يكون عندي الزاوية اكبر من 180 راح اطرح منها 180 عشان اجيب الريفرس، ولما تكون الزاوية اصغر من 180 راح اجمع عليها 180 عشان اجيب الريفرس انجل، وفي نفس الوقت اكون محافظة على قيمة الزوايا عندي ما بين صفر و360. طيب، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية الـ interior angle، يا أما بجمع الزوايا الداخلية للمضلع يا أما بطرحها. قراري إني أجمعها أو أطرحها بيعتمد، طبعا شرحنا في الفيديو لما شرحنا بالتفصيل إنه إيش اللي خلاني مثلا لما أكون ماشية counter clockwise أجمع مو أطرح. لكن الآن عموما ناخذها قاعدة إني أنا دائما إذا كان clockwise مطلوب الحساب clockwise راح أطرح الـ interior angles، ولو كان counter clockwise راح أجمع الـ interior angles. طيب، هذول هما الخطوتين. الآن لما نعرف هذول الخطوتين بيبقى الفرق بين إني يكون المطلوب counter clockwise و clockwise، غير فقرة إني أنا لو clockwise راح أطرح الزوايا الداخلية ولو counter clockwise راح أجمع، غير هذه الشغلة بيبقى الفرق إنه قراري اني ابدا بحساب الريفرس انجل ولا الانتيرير انجل. حساب الازمث هو صاير تكرار في هذول الخطوتين، بطلع ريفرس بعدين بجمع او بطرح انتيرير انجل، بطلع ريفرس بعدين انتيرير انجل، ريفرس انتيرير انجل. المشكله عندي في قراري في اول خطوه ايش لازم تكون، هل هي لازم تكون اني اطلع ريفرس انجل او انتيرير انجل. هذا بيعتمد على الزاوية المعطاة عندي وعلى هل هو مطلوب مني أطلع الزوايا counter clockwise أو clockwise. نيجي نشوف نفس المثال اللي عليه حل الفيديو. هذا هو المثال. طيب، لو أنا خلنا نشوف لما يكون الوضع لما أنا طالبة counter clockwise. لما يكون counter clockwise أنا الآن واقفة وين؟ خلنا نتخيل أني أنا عند هذه الزاوية اللي هي AB، صح؟ أنا واقفة عند AB ومعطى عندي 330 زاوية الأزيموث لـ AB، فهذه المعطى. فأنا فعلياً أنا مكاني هنا الآن عند AB وأنا مطلوب مني counter clockwise. معناته إيش الزوايا اللي أنا مطلوبة مني؟ أنا مطلوب مني AB معطى، أنا مطلوب مني بعد AB إيش أحسب؟ BC، بعدين مطلوب مني أحسب CD، بعدين دي اي، بعدين اي اي، بعدين راح نرجع للاي بي. فالزوايا اللي مطلوبة هي بي سي سي دي دي اي اي اي. طيب، فالزاوية الثانية اللي بعد اي بي اللي هي معطى عندي، انا واقفة هنا عند اي بي، المطلوب اللي بعد اي بي هو بي سي. اول مطلوب زاوية مطلوبة بي سي، فانا هنا عند اي بي أنا محتاجة أحسب بي سي. بي سي بداية الزاوية بي سي هي البي، وأنا الآن عند الأي، أنا بداية زاوية اللي أنا واقفة عندها عند الأي، وأنا محتاجة أحسب بي سي. فمنطقيا اللي أنا محتاجة أسويه مدام أنا عند أي بي ومحتاجة أحسب بي سي، إني أجيب الريفرس أنجل عساس تصير عندي قيمة الزاوية بي أي اللي هي الريفرس أنجل لأي بي، فأصير أنا كأني واقفة هنا عند البي، وبعدها أجمع الزاوية الداخلية عشان أطلع قيمة بي سي. فدائما عشان أطلع القيمة لازم أكون واقفة زي ما نتخيل عند رأس الزاوية عشان أطلع قيمة الزاوية، أجمع عليها الانتيريا أنجل وأطلع لها الأزمث. فمدامني أنا المعطى عندي أنا واقفة عند أي بي وأول زاوية مطلوبة هي البي سي، فمعناته أنا محتاجة أني أطلع ريفرس أنجل كأول خطوة، أطلع ريفرس أنجل بعدين أجمع الزاوية الداخلية، بعدين راح أطلع ريفرس أنجل عشان أصير هنا عند سي،
بعدين أجمع الزاوية الداخلية، وهكذا لين ما نرجع لحد عند AB. هذا بالنسبة لكاونتر كلوكوايز. فأول خطوة حسويها هنا أني حطلع الريفرس أنجل. أول خطوة هنا الريفرس. بعد ما أطلع الريفرس راح أبدأ أتحرك ما بين الريفرس أنجل والإنتيريور أنجل. طيب الآن لو نيجي نقول أنه أنا مطلوب عندي حساب الزوايا كلوكوايز، حساب الزوايا كلوكوايز معناته أنا واقفة هنا عند AB، صح؟ أنا واقفة عند AB. الزاوية اللي مطلوبة بعد AB مدام كلوكوايز، فأول زاوية كلوكوايز بتجيني وأنا واقفة هنا هي زاوية إيش؟ AE، صح ولا لا؟ زاوية AE مدام أنا هنا، أول زاوية في الكلوكوايز حتكون AE. AE هي المطلوبة الأولى، ولو نلاحظ أنه أنا واقفة عند نفس رأس الزاوية اللي مطلوبة، يعني أنا واقفة عند AB، واقفة عند AB ومحتاجة أحسب كأول زاوية في الكلوكوايز AE. فإذا ما محتاج أني أنا أطلع ريفرس، أنا عند الرأس، رأس الزاوية اللي مطلوب، فعلى طول اللي حسويه أني أطرح الزاوية مدام كلوكوايز، حطرح الزوايا، حطرح الزاوية الداخلية. فمدام subtract، فمدام أنا واقفة عند نفس رأس الزاوية المطلوب، اللي راح أسويه أني كأول خطوة راح أطرح الزاوية الداخلية interior angle. كأول خطوة حتكون طرح interior angle أساس أطلع AE. بعدين راح أجيب الريفرس، أنا واقفة هنا حجيب الريفرس عشان أصير هنا، بعدين أطرح زاوية interior angle، وهكذا حنكمل. لكن كأول خطوة حكون محتاجة أني أطلع الانتيري أنجل، أطرح الانتيري أنجل، لأني أنا عند نفس رأس الزاوية اللي مطلوبة مني كأول خطوة في الكلوكوايز. إذا هذا هو الفرق بين كاونتر وكلوكوايز. طبعا مو دائما ثابت أنه في الكاونتر كلوكوايز بطلع ريفرس كأول خطوة، وفي الكلوكوايز بطلع انتيري أنجل. هو بيعتمد حسب كمان الزاوية اللي معطى كأول زاوية، فحسب الزاوية المعطاة عندي وحسب الاتجاه أنا لازم أشوف إيش أنا محتاج أحسب كأول خطوة. بعد ما أقرر إيش محتاجة كأول خطوة، بكمل خطوات بنفس الترتيب. يعني أنا قررت إنه أول خطوة عندي ريفرس، راح أكمل بعدها انتيري أنجل، بعدين ريفرس انتيري أنجل، لين ما أرجع للزاوية المعطاة عندي وأتأكد إنه جوابي صحيح. نفس الكلام بالنسبة الحين، اكتشفت انه انا محتاجة اول شيء interior angle، راح اكمل في الخطوات reverse interior angle reverse interior angle لين ما ارجع مرة ثانية عند المعطى. فهذا هو الفرق الوحيد بين حساب clockwise والcounter clockwise، التحديد اول خطوة. وطبعا الفرق اللي قلناه هنا في interior angle انه راح اطرح لو كان clockwise، وراح اجمع لو كان counter clockwise. بس هذه فكرة حساب الأزمة، وبيصير الحل نفسه بالأخير ونفس الطريقة هذه.